المطرب الرائع رامي صبري. مساء الخير يا رامي. مساء الجمال. ايه الاغاني الحلوه دي؟ يعني بجد كده انا كتير بتبسط عليا لما الكلام ده. انتوا بتروحوا فين؟ يعني بتسيبونا ليه مع اغاني وحاجات ما بتعجبناش؟ ايه الاغاني الحلوه دي؟ بتتاخروا علينا الله بيها ليه؟ يخليك، الله يخليك. اولا اشكرك، اشكرك جدا 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 على كلامك الرائع المحترم. طول عمرك يعني اعلاميه متالقه وكبيره وبنتعلم منك، واختنا وحبيبتنا وبنحبك، وبسمعك وشكرا على كتير والله يا التقدير. رامي. الله يخليك، وانا كمان يا حبيبتي بشكرك جدا الله بجد من يخليك. قلبي، وبشكر الاعداد وكل الناس المحترمين اللي شغالين في هذا البرنامج العظيم. اشكرك يا رامي. اولا كلمني، يعني عايزين يعني ايه نرتب معاك كده الكلام. اولا كلمني عن اختياراتك. انا عجبني قوي الاسماء، هتبدع ويمكن خير، يعني اسماء مش متعودين عليها، فيها كده لغة لطيفة وفيها تفكير يعني. فكلمني كده عن الألبوم بالأسماء اللي انت عاملها. هو الالبوم، هي الاغنيه اسمها معايا هتبدع. مش انا عارف ان واحنا هتبدع. بنقول واحنا بنكتب الكلمه على الكفرز والصور، كانت فعلا في مشكله الناس هتقول هتبدع، هتبدع، بس هتبدع لازم وتبدع الاثنين حلوين، يعني فيها إبداع. الإبداع الاثنين ده حاجة واحد، الاثنين لطيفة. واحد. فلما الاغنيه دي عملها عزيز طبعا الشافعي كلام ولحن. طبعا الاغنيه دي دخلت في الاخر خالص، يعني قبل ما الالبوم ينزل تقريبا من 3 اسابيع كده، ايوه. كنت خلصت صورت الفيديو اللي الناس شافته اللي انا هنتكلم عليه دلوقتي. يعني هي دخلت في الاخر خالص، فتمت باسم الالبوم عشان سببين. اولها انها اغنيه مهمه جدا ككوميرشال سونج، يعني تشتغل في كل حته، المفروض في بالليل سواء كانت فرح او حفله او سهرات، او انت عارف الحاجات دي مهمه طبعا انا بركز فيها قوي، طبعا ان الاغاني بتاعتي تبقى موجوده على السماعات بالليل زي ما بيقولوا كده، يعني يبقى الناس كلها سمع صوتي بالليل في كل حته. فكان لازم اسمي الالبوم باسم الاغنيه دي، عشان الاغنيه كمان دخلت في الاخر فما اتصورتش، فمش عايزه تتظلم. دي فاهمه طبعا طبعا موضوع طبعا التصوير اكيد بيوصل الاغاني اكتر، لانها بتبقى اكيد. متصوره ومتركز عليها. هي ما اتصورتش للاسف، لانها اتعملت بعد ما وهو بيتمنش من حوالي 3 4 اسابيع كده. دي حاجه. بالنسبة للألبوم بقى، الألبوم هو مكون من 8 أغاني. ايوه أنا بقالي سنتين ما عملتش ألبوم بعد حكي مش تمام وغريب الحب، ما مسلسل عشان بتاع كده حياتك ياسمين. ما كانتش تمام لما عملتش ألبوم بقالك سنتين، بس تمام. لا خالص، بالعكس ده أنا عايز أقول لك إن السنتين اللي فاتت دول من أعلى كنت بتحضر الـ كمان والناس على طول بتسمعك. لا السنتين اللي فاتت دول عشان السنجلز توصل أكتر. انت عارفه الاغاني لما بتبقى انت موجوده على طول قدام الناس، طبعا بتبقي على طول قدام الناس موجوده، فالناس بتشوفك، فالناس بتطلبك، فالناس يعني انت فاهمه الاغاني بتوصلك اسرع. وبقى احنا في زمن دلوقتي انت عارف كل حاجه بقت سريعه، والموضوع بقى يجيلك على التليفون اللي في ايدك، يعني ما بقاش بس تلفزيون، بقى في سوشيال ميديا وفي موضوع طبعا كبير يعني. طبعا فكان لازم ان احنا نشتغل من خلال السوشيال ميديا عن طريق الكليب، ان احنا ما نصورش كليب اغنيه واحده وخلاص وخلصنا. لا، الموضوع بالنسبه لنا مش هيبقى متعب، احنا هنصور في 10 12 ساعه كليب اغنيه زي اي البوم زي اي طبعا فنان.